طالبة نور حيدر صادق الحاصلة على معدل 100 من دون إضافة مع الإضافة 101 الأولى على العراق. طبعا أنا من إعدادية هند للبنات. الفضل طبعا العائد لرب العالمين الحصول على هذا المعدل، بعدها فضل والدي بابا وماما، هم اللي كان لهم السبب الأساسي الوصول لهذه المرحلة وهم اللي ساندوني طيلة مسيرتي الدراسية. بعدها أحب أشكر الكادر التدريسي الإعدادي. طيب اسرع على حسين من اعداديه هند البنات الحاصل على معدل 99.57 بدون اضافه مع الاضافه 100.57. طبعا الفضل كله يعود لرب العالمين والاهلي، طبعا اشكرهم كلش انهم وقفوا وياي ماما وبابا، هم السند الاول والدعم الاول طول مسيره السادس. اليوم التقينا بكوكبة من هؤلاء الطالبات ومن ضمنهم الطالبة نور حيدر صادق واللي كانت الأولى على العراق بمعدل 100 ما شاء الله، وطالبات بمعدل 99.5 و98 و97. الحمد لله والشكر على هذا التفوق. طبعا أنسب هذا الشكر إلى كادر إعدادية هند اللي كان له الفضل الكبير في هذا التقدم والتميز، وأشكر أولياء الأمور اللي كان لهم الفضل الكبير في هذا التقدم.